ولا البارحة اجى احد النواب او احد المجلس محافظة بصرة قدم تعازي، وبالفاجعه اللي بارحة موجودة اصلا. يعني اذا صار فترة انتخابات او غيرها كل هالناس تجي، واحنا اللي اول المشاركين بالانتخابات واول مثل ما تقول المقدمين في محافظة البصرة. ماكو اي شخص اجى لبرلمان وقال لي شنو مطالبك، ولا اي شخص من الحكومه خليجي يواجهني يطلع بالاعلام ويقول لي انا قدمت طلب او قدمت خدمه لهذه المنطقه. نهائيا ماكو اي شخص. يا ما صغت الاصوات، يا ما صاح الجمهور اكثر من مره. اذا تذكر العام طلعت مظاهراتهم على ترد الخدمات، هم صارت عده حوادث، هم صارت مظاهرات بطوهم قالوا ننفذ هاي الخطط والمشاريع. ماكو عده نواب جت بس ماكو واقع حل، ما حطبق تريد المواطن يريده ما حطبق. عده نواب جت بدون ذكر اسماء، كلها صارت نواب، اكو نواب طلعت واكو نواب جت جدد كمحافظه وكعضو مجلس نواب. ماكو ما طبق اي شيء ولا ضر، وما اعتقد حتى حاليا ما راح يطبق شيء. يجي هو بالانتخابات هذه انا اسوي وهذا واسوي المنطقه ذهب وهذا كل شيء، ماكو فشي يعني، بس يريد مصلحته الخاصه. ماكو احد وصل من امس اليوم، ماكو. وين ترجع منكم من المسؤولين وتوصلوا صوتنا وصوت المنطقه كلها بسرعه؟ نريد فشي يخدم المنطقه وجسر معلق للمدرسه وخدماته وكل ما هنالك بالعشره. اي والله.